عظيم الهامة أي الرأس، عظيم الهامة يعني كبير الرأس، الرأس لابد أن تكون متناسقة مع الجسم، فلا يكون الإنسان جسمه كبير ورأسه صغيرة هذا يعاب، ولا يكون جسمه قصير وضئيل ورأسه كبير أيضا يعاب، ولكن كان عظيم الهامة بما يليق مع قوامه الشريف صلى الله عليه وسلم. رجل الشعر أي أن شعره صلى الله عليه وسلم كان رجلا أي مصففا ناعما مموجا، رجل الشعر أي سبطا مموجا يعني ناعم مع تمويجات، ناعم مع تمويجات، أخذ من السبوط النعومة وأخذ من الجعود التموجات، وده أكمل وأجمل في الصورة. وهذا يفيدنا في إيه؟ في مواصفات الجمال، لما نيجي نسأل الشعر الصبت فقط اللي هو نازل كده بلا تموج أجمل، ولا الشعر المموج مع نعومة أجمل، ولا الشعر المكتكت اللي هو القطط أجمل، أيهما أجمل؟ تقوم تسأل أي شعر كان للنبي، عشان تعرف صفة الجمال ترجع للنبي لأنه مقياس الجمال. إذا احترت فلترجع إلى صفة النبي، فالنبي كان سبطا مموجا، أخذ من السبوط النعومة وأخذ من الجعودة التموج، فجمع بين الحسنيين صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى بن مريم شعره سبط مثلا، لما ينزل في آخر الزمان وصفه النبي أن شعره سبط، سبط يعني ناعم خالص بلا أي تموج. النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره أسود وجعدا راجلا مموجا. وبرضو لما نيجي نقول اللون الأسود في الشعر أحلى ولا الأصفر في الشعر أحلى، نسأل شعر النبي كان إيه؟ يقول لك أسود، يبقى السواد في الشعر أجمل. دلوقتي يعملوا باروكات وصبغات يصبغوا شعرهم أخضر وأزرق وجنجار وأحمر وحاجات غريبة، في حين أن الجمال كله في الألوان التي أرادها الله للإنسان، لأنه خلقك على أحسن صورة، فالإنسان لا يعني يتكلف مظهر لم يخلقه الله عليه، لأن المظهر الذي خلقه الله عليك هو الجمال كله متناسق، أنت متناسق على خلقتك هذه. فيجي لك واحدة مثلا زنجية تروح عاملة لك شعرها أصفر، ما هو مش ماشي، حتى لما تبص تتعجب، ولا تخليه أخضر الله زي العفاريت، ولا أزرق حاجة غريبة. يبقى الشعر الأسود أعلى من حيث الجمال من الشعر الأصفر، كويس؟ ليه؟ لأن شعر النبي أسود، بس ببساطة السبب أن شعر النبي أسود، والنبي أوتي الجمال كله. ما هو بيقول في بيبين لك في البردة الشريفة للإمام البوصيري بيقول إيه؟ منزه عن شريك في محاسنه، على النبي منزه في المحاسن عن شريك، يعني لا يشركه مخلوق في محاسنه، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، لأنه انقسم في يوسف وهو ما انقسمش فيه، اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم. رجل الشعر، رجل ممكن تقول رجل الشعر على أساس تبقى معطوفة اللي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، أطول هتقول أطول من المربوع وأقصر من المشذب، يجوز إيه تنصب كده تمشي بالنصب، ويجوز أنك أنت تعطفها على عطف جملة على جملة وترفع ويبقى بالرفع، يجوز كده ويجوز كده. رجل الشعر يعني هو رجل الشعر، كأنها تبقى خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو رجل الشعر. إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. بيتكلم بقى على يعني شعر النبي في أي صورة،
كان يتركه على هيئته صلى الله عليه وسلم، العقيقة اللي هي الشعر الموجود في أم الرأس في مقدم الرأس، كانوا يتركه على راحته، فإذا انفرق فرقه وإن لم ينفرق يتركه صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحب التكلف. ثم بعد ذلك فرق شعره، لأن أهل الكتاب كانوا يسدلون شعورهم، فلما أمر بمخالفتهم فرق شعره صلى الله عليه وسلم من باب مخالفة اليهود والنصارى. إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، يعني لما كان النبي يترك شعره يوفره يعني لا يحلقه، كان يجاوز شحمة أذنيه، يعني يوصل لحد شحمة الأذن، الشعر اللي جاي من أعلى الرأس، طب واللي جاي من هنا ينزل يضرب ما بين المنكبين، فكان شعره اللي جاي من أعلى الرأس يصل إلى شحمة الأذن، واللي جاي من الجوانب يجاوز فيلم على المنكب، وما كان من الخلف يصل إلى ما بين المنكبين، فإذا وصل المنكب يسموه لمة لأنه ألم بالمنكب، وإذا وصل إلى شحمة الأذن يسموه وفرة، وإذا وصل إلى ما بين المنكبين يسموه جمة. يبقى كان وصف شعر النبي على حسب ما يصل إليه، إن كان ما بين منكبيه يعني على ظهره من الخلف يسموا هذا الجزء الذي على الشعر على ظهره جمة، والجزء الذي يصل إلى منكبيه يسموه لمة، والجزء الذي يصل إلى شحمة أذنيه يسموه وفرة. هذا وصف لطول شعر النبي، لأنه كان لا يحلقه إلا لحج أو عمرة، فإذا طال به العهد عن حج أو عمرة يطول شعره، وإذا رآه إنسان قريب العهد من حج أو عمرة يجد شعره قصيرا، فكل وصفه على حالة التي رآه فيها.